يعني انا مثلا لو جيت اقرا لكم من القران، مثلا نقرا مثلا سوره النحل من اولها مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. شفتوا هنا في قفز كم مره، يعني قفز في الفكره كم مره، لحد دلوقتي احنا لسه بادئين نقرا السوره. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، والانعام خلقها برضه خلقها، شكرا يا عم الحاج، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل اثقالكم، ايه يا عم خلاص عارفين بقى خلاص، وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. طب يعني ماشي مظبوط. وين الوز والبط تبع اوروبا؟ وين الفيلة تبعت الهند؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين. كده رماها في خدك الفكره الكبيره دي في وسط الكلام ده كده رماها، ولو شاء هداكم اجمعين، ما هدتناش ليه؟ طب ما تهدينا يا عم الحاج. فرمها لك كده وخلاص، وهيكمل عادي، هو قال لك ولو شاء هداكم اجمعين، كانها حاجه يعني ثانويه كده، مش محتاجه شرح يعني، ولا محتاجه نقاش، ولا محتاجه نقف عندها ويقول لنا ليه بقى ما هدتناش وكلام، لا ولو شاء هداكم اجمعين. وبعدين قال لك ايه بقى؟ هو الذي بعديه على طول، ولو شاء لهداكم اجمعين، هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. اي على ايه؟ ان في ذلك لايات على ايه طيب؟ يعني ان في ذلك لايات على ايه لقوم يتفكرون؟ على ايه يعني؟ على ايه؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر، ان برضو في ذلك لايات لقوم يعقلون. وهو وما ذرأ لكم في الارض مختلفا الوانه، ان في ذلك لايات لقوم يتذكرون. وهو الذي سخر البحر هو ما قالناش ولا مره ازاي في الكلام ده في ايه، ما قالناش، هو قاعد يقول لنا على حاجات ظواهر كل الناس عارفاها، وعمال يقول لنا فيها ايات وخلاص، ومره يقول لنا قوم يعقلون، ومره يقول لنا يتذكرون وقوم يتفكرون. وهو حريص جدا فقط بس على ان كل اخر كل كلمه يبقى النون نون نون عشان تبقى ماشيه مع القافيه، بس هو ده اللي هو حريص عليه. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه، والله احنا بناكل منه نحل من طريا ولحما ناشفا احيانا، وتستخرجوا منه حليه تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون. الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين. طب ماشي اساطير الاولين، طب ايه بقى ايه الرد عليهم؟ ما سابك ما لكش الرد عليهم، قال لك ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. يا عم فند كلامهم يا عم، يا عم الحاج هم بيقولوا اساطير الاولين، فند كلامهم، مشيش مش مركز، هو ماشي كده عمال كيفما اتفق، عمال لا يلوي على شيء، ماشي ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بصراحة لو عيل في ابتدائي بيكتب كان هيكتب كلام أحسن من ده، كان هيكتب كلام أحسن من ده بصراحة، ويقول ونقرأ الكلام ده، ده كلام يجيب الهم والله. طب إيه هو السقف يا أحمد اللي خر عليهم؟ سقف مخروب. طب ايه هو يعني السما ولا ايه؟ قد مكر الذين من قبلهم فحخر عليهم السقف من فوق. مش فاهمة. فخر عليهم السقف من فوق. على فكرة يا ستيوارت، انا المرة الجاية اعمل لك ال
الكرتون بتاعك عامل لك فيه سقف بيخرق وانت تبص تقول على ربك ورب السقف. صحيح. تريد منطق يا احمد؟ الديانه تريد منطق، ناس تفكر بمنطق وعقل، وعقل مش بكلام وايمان على الفراغ. نو منطق، بس منطق. فكر بكل كلمة أنت تقرأها في هاي الكتب، فكر شنو معنى توخر. يعني الله قاعد هناك، يعني إحنا يوم ما شفنا لوجيك ثابت الصورة كلها وركزت مع السقف. وخر السقف، أي سقف؟ وخر السقف، يعني مثلا أنت تطلع برا. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله باليوم القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم. والله والله لو جيك، والله لو جيك يعني هذا اللسان العربي المبين، واضحة واضحة 100%